قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان اليوم بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل للاطلاع على مدى الالتزام بتطبيق القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال شهري يوليو وأغسطس. وخلال الجولة التقى حميدان بعدد من مشرفي المنشآت في تلك المواقع واطمأن على مدى درجة التزام المنشآت القرار الذي يعكس إدراك أصحاب العمل لمضامينه وأهدافه ونتائجه الإيجابية على ارتفاع الإنتاجية، واستمع إلى شرح من مشرفي العمال حول الإجراءات التي تتخذها منشآتهم لتطبيق القرار من أجل ضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال ومدى توفير أصحاب العمل للرعاية الصحية المناسبة للعاملين، حيث تعد البحرين من الدول الرائدة التي قامت بتشريع قانون يقضي بحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف. أكد سعادته أن مملكة البحرين تتمتع ببيئة عمل جاذبة ومحفزة ورائدة في مجال حماية القوى العاملة في ظل ما توفره من تشريعات وطنية تتواءم مع معايير العمل الدولية، وذلك انطلاقا من حرصها على تأمين سلامة وصحة جميع العاملين في مواقع العمل الإنتاجية وتحسين ظروف بيئة العمل وحمايتها من مخاطره.